بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين والمشاهدين عبر اليوتيوب، عشاق ومتابعي قناة الإعلامي عبد الناصر زيدان وقناة كورة بلدنا على اليوتيوب. يتجدد معكم الموعد، معكم أحمد السيد، وحديث جديد بشأن كل المستجدات في الساحة الرياضية المصرية. عذرا على الغياب خلال الأيام الماضية، إجازة سريعة، ولكن يعني بشكر حضراتكم على كم الرسائل اللي بتبعتوها لنا، وبتمنى دايما إن احنا نكون عند حسن ظنكم. حديثنا في هذا الفيديو حول علامة استفهام كبيرة ظهرت ما بين ليلة وضحاها، وهي تذاكر كأس الأمم الأفريقية. تذاكر كأس الأمم الأفريقية اللي بصراحة اللجنة المنظمة فاجئتنا، حتى في البيان اللي طلعته قالت بعد استقصاء ودراسة جدوى ومتابعة كافة العوامل التي تؤثر والتي قد ربما تؤدي والتي سوف مش عارف، فيلم هندي كبير علشان يقولوا لنا يا جماعه اسعار التذاكر بالمنظر ده، وحاله من الاستياء الشديد طبعا اجتاحت الشعب المصري بسبب المغالاه في اسعار التذاكر. ليه وازاي؟ هقول لكم. لكن قبل ما اتكلم عن اسعار التذاكر، هو فين تميمه كاس الامم الافريقيه؟ احنا خلاص هنبدا اهو شهر خمسه، مفيش اقل من شهرين على البطوله، وحتى الان لا يوجد تميمه لكاس الامم الافريقيه. ربما ولعل المانع خير، لكن التأخير عن إعلان عن تميمة كأس الأمم الأفريقية هي دي بقى اللي علامة استفهام كبيرة، لأنه كان من الأولى أن تظهر تميمة كأس الأمم الأفريقية للجميع. مش عايز أقول كمان كانت تكون موجود في القرعة، لكن ليه ما تظهرش دلوقتي ويتم تسويق على كل البرودكتس، وأبدأ يعني أعملها ماركتينج كويس، تبدأ تتحط على منتجات، تتذاع في التلفزيونات، العالم كله يعرف إن الرمز ده أو الشكل ده أو الشيب ده هو ده رمز كأس الأمم الأفريقية اللي مصر هتنظمها في شهر 6. كل البطولات بتعمل كده، لكن التأخير في الإعلان ده مش في مصلحة البطولة ومش مصلحة تميمة البطولة. تميمة البطولة بالمناسبة ربما قد تكون أحد أهم عوامل نجاح أي بطولة، لأن التميمة الناس بترتبط بيها، أطفال كبار صغيرين بيحصل لها تسويق بشكل جيد بتعبر عن البطولة وعن جمالها وحلاوتها. فالتأخير في الإعلان عن تميمة البطولة علامة استفهام كبيرة، وعلى المهندس هاني أبو ريدة وكابتن محمد فضل وجميع القائمين على البطولة سرعة الانتهاء من تواجد هذه التميمة وأن تظهر للنور في حفل جميل يتم إزاحة الستار عنه. أنا عارف إن في ثلاثة اتعملوا، ثلاث تميمات وبيختاروا واحدة منهم، لكن الإسراع أمر مهم. ولكن للأسف الإسراع كان في إعلان تذاكر البطولة، وخرجت التذاكر بشكل يعني مغاير تماما للواقع. دايما بقول لحضراتكم الكورة للجمهور، ولما تم الإعلان عن التذاكر مدرجات الدرجة الثالثة كانت أسعارها حتى غالية جدا. عايز تغلي في الدرجة الثانية ماشي، عايز تغير في مدرجات الدرجة الأولى يمكن، عايز تغير تغالي أو تغلي أسعار المقصورة حلو، كل ده وارد، لكن ما تقربش من مدرجات الجماهير، مدرجات الكورة، مدرجات الشعب اللي هي الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة دي دايما بنسميها مدرجات الشباب، الفئة المتوسطة وما دون المتوسطة، الناس المتعطشين للكورة، جمهور الكورة الحقيقي، ودول اللي انت محتاجهم يشجعوا منتخب مصر. لا اما غلي بقى الاسعار وخلي الناس تروح تتفرج كانها قاعدة في اوبرا، رايحين ولابسين وقاعدين متشيكين ومفيش تشجيع. لا، دول يتفرجوا من على الشاشات عبر التلفزيون وعبر القنوات اللي هتنقل البطولة، لكن انت محتاج اللي يروح المقصورة واللي محتاج يروح الدرجة الثالثة والثانية والاولى جمهور كورة بجد، جمهور كورة مش رايح يتفرج ويستمتع. ايوه يتفرج ويستمتع حلو، لكن رايح يشجع، اسمهم مشجعين، سبورت سبورت، ادي سبورت، سبورتيفز دول لازم يدوا سبورت، دعم من خلال تواجدهم في الاستاد. لكن اسعار التذاكر المغالاه فيها طبعا كان امر صعب جدا، واستغربت احمد مجاهد لما قال قارنوا اسعار تذاكر ما اعرفش سنه كام بسنه كام. هو انت نسيت ان حصل فلوتنج للدولار او حصل تعويم للعمله، وان الدولار غير زمان غير دلوقتي، سعر الدولار نفسه اتغير، فالمقارنه ظالمه. ما تجيش تقول لي دلوقتي كان كام ودلوقتي كان كام، ما تضحكش على الناس، شوف الدولار ساعتها كان كام ودلوقتي كان كام. وبعدين انت عملتك بالجنيه المصري، انا مش هدفع بالدولار وانا داخل البطوله، فقول لي دلوقتي لما التذكره ب 200 ولا ب 100 جنيه في درجه ثالثه، لا حاجه صعبه جدا. انا مش رايح تذكره في دار الاوبرا ولا رايح سينما، انا رايح ماتش كوره عايز اشجع فريقي. فطبعا الناس يعني ذهلت من اسعار التذاكر.
ليه؟ هقول لحضراتكم برضو الاسعار عشان تبقى حضراتكم متخيلينها، يعني وفق ما اعلنته اللجنه المنظمه للبطوله الاسعار بتقول ايه. قال لك اللجنه المنظمه حددت 100 جنيه مصري كسعر لتذكره الدرجه الثالثه في المباريات التي لا يكون المنتخب المصري طرف فيها، و300 جنيه مصري للدرجه الثانيه، و500 جنيه للدرجه الاولى. يا سلام. ويستطيع الجمهور بهذه التذكره انه يحضر ماتشين. قالوا على سبيل المثال لو اشتريت تذكره ممكن تحضر مثلا ماتش المغرب وكوت ديفوار وجنوب افريقيا وناميبيا. طيب اسعار تذاكر مباريات منتخب مصر 200 جنيه تذكره الدرجه الثالثه. 200 جنيه تذكره الدرجه الثالثه، يعني انا لو رايح كده عيله كده انا والمدام واولادي ادي 200 400 600 800 جنيه، هشتري حاجه ساعه ولا هشتري ايه ولا مواصلات؟ 1000 جنيه كده متقفله علشان احضر ماتش لمنتخب مصر. بالذمه ده كلام؟ بالذمه ده كلام؟ والدرجه ال 400 جنيه للدرجه الثانيه و600 جنيه للدرجه الاولى و500 جنيه للدرجه الاولى العلويه و2500 جنيه للمقصوره الرئيسيه. انا مش هتكلم على سعر المقصوره ولا الدرجه الاولى ولا الثانيه ولا الثانيه علويه، انا اللي يهمني الدرجه الثالثه اللي هو جمهور الكوره بجد. جمهور الكوره بجد. خدوا بالكم كاس الامم الافريقيه زي ما حضراتكم عارفين 24 منتخب لاول مره، الافتتاح مصر مع زيمبابوي يوم 21 يونيو. فانا اللي يهمني فعلا جمهور الكوره بجد. لما تحط بقى انت اسعار بالمنظر ده يبقى انت مش بتخاطب جمهور الكوره بجد، يبقى انت عايز تبيع التيكتس. وانا عارف ان في اتجاه لكده لبعض شركات التيلي كوميونيكيشنز، شركات الاتصالات، بعض شركات المحمول، بعض شركات الميديا، بعض شركات التسويق، الشركات المالتي ناشونالز الكبيره هتعمل اوفرز للشركات، وانت هو ده اللي انت الماركتنج اللي هتبيع منه التذاكر فعلا، وانت لو عملت كده هتبيع فعلا. لكن ما تستناش جمهور كوره هيحضر، ما تستناش مشجعين هيذهبوا للاستاد ويشجعوا، ومش ده التارجت بتاعك اظن. خلي تارجت الدرجه الاولى والثانيه، اعمل زي ما انت عايز كده، اعمل اوفرز وخلي شركات المحمول تاخد تيكتس وخلي شركات الكاف تاخد وخلي الشركات اكس تاخد كل ده. لكن جمهور الكوره ده الدرجه الثالثه دي بتاعته محجوزه باسمه، خليها بالاسعار المتواضعه الاسعار المتوسطه. وبصراحه الدكتور اشرف صبحي بعد ما لقى حاله من الغليان داخل الشعب المصري، الدكتور اشرف صبحي مشكورا وزير الشباب والرياضه، اتصل هاتفيا بهاني ابو ريده رئيس اللجنه المنظمه وقال له سوف يتم مراعاه التيكتس او اسعار التيكتس مره ثانيه. الراجل لما شاف هذه الحاله من المغالاه قال لا هنراجع اسعار التذاكر مره اخرى، ومعلوماتي ان ربما اسعار الدرجه الثالثه تقل للنص، يعني بدل ما 200 تبقى اقل، ممكن تبقى 100 ممكن تبقى 50 كمان، لكن انا معلوماتي ان الوزير تدخل بقوه من اجل فض هذا الاشتباك. ناس اتكلمت شويه عن حاله المؤامره، ان الوزير خلى التيكتس تنزل بالاسعار دي علشان هو يتدخل وبالتالي تبقى بونت في حقه هو اللي يراجع اسعار التذاكر. ما اعتقدش يعني، لان اصلا حاله البلبله اللي اثيرت دي ولبعض المواقع مش بس العربيه الافريقيه بدات تتناقلها، حتى ده مش في مصلحه البطوله ولا في تنظيمها. فالدكتور اشرف صبحي مشكورا لما لقى ان في حاله من الغليان تدخل واجتمع مع هاني ابو ريده، وخلال ساعات سوف يتم اعلان اسعار تذاكر جديده. الاسعار التذاكر دي يكون التعديل بالتحديد في كل الدرجات، لكن الدرجه الثالثه ده الاهم، لان لا مساس بجمهور الكوره فعلا، الجمهور اللي عايز يشجع البطوله فعلا. وبالتالي اسعار التذاكر غاليه، ايوه غاليه، وان شاء الله يتم تعديلها بشكل مميز. نقطة أخيرة بس أتكلم فيها مع حضراتكم، الكابتن أحمد شوبير والإعلامي أحمد شوبير قال إن مستر أجير هيختار ثلاث عناصر خبرة في كأس الأمم الأفريقية، وربما يكون عبد الله السعيد واحد منهم. أنا بس عايز مستر أجير يقول لي عناصر الاختيار هتكون إيه؟ هل مساهمات اللاعب مع فرقته ولا مشاركاته مع منتخب بلاده ولا خبراته السابقة في كأس الأمم الأفريقية؟ عايز أعرف بس، علشان نقدر نقول المعيار ده ولا الاختيار ده موضوعي ومنطقي ولا لا، لان اللي يهمنا مصلحة المنتخب المصري. كل الدعم لمستر اجيري وكل الجهاز الفني المعاون لي من اجل الفوز بكاس الامم الافريقية ومن اجل نجاح هذه البطولة فنيا بفوز مصر بيها، وتنظيميا اللي ان شاء الله احنا ضامنينه بتنظيم هذه البطولة على ارض مصرية ان شاء الله. زي ما انا بقول لحضراتكم كل السبورت، وانتظروا لينا يعني ملفات وكواليس عن كاس الامم الافريقيه في الفتره القادمه وتغطيه حصريه باذن الله.
بشكر حضراتكم على المتابعة، وبتمنى دايما ان احنا نكون عند حسن الظن بيكم، وبشكركم على الرسائل اللي بتبعتوها لنا دايما، ويا رب يا رب يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. لكم مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.